السلام عليكم مرة تانية، معاكم أحمد حمدي وده كورس Advanced SolidWorks 2020. في الفيديو اللي فات احنا خدنا ازاي نعمل الـ Assembly للـ Mechanical Vice، عرفنا ايه الـ Different Features اللي عندنا بتاعت الـ Mates، عرفنا ان في حاجة اسمها Standard Mate لما بنيجي ندوس على Mate هنا، عرفنا ازاي في حاجة اسمها Standard Mate وفي حاجة اسمها Advanced Mates وحاجة اسمها Mechanical Mates، تمام، وعرفنا ازاي بنبدأ نجيب حاجات من حاجة اسمها Tool Box من الـ Design Library. هنا بنبدأ نشوف لو انت عايز مثلا تختار ايزو معين من حاجة اسمها التول بوكس، تبدأ تشوف الايزو فولدر اللي انت عايزه مثلا، وتبدأ تشوف انت عايز بيرنج، عايز بولتس اند سكروز، كيز، whatever انت عايز ايه. وعرفنا ايه الديفرنت تايبس اوف ميتس، وعرفنا ازاي نعمل حاجة بالمنظر ده. في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ ناخد حاجة اسمها الاكسبلودد فيو، ونعمل حاجة اسمها انيميشن، ازاي تبدأ تسجل او تعمل ريكوردنج لفيديو لو انت عايز تعمل حاجة مثلا تالستريت حاجة معينة، وممكن ناخد برضو لو فاض وقت في اخر الفيديو ناخد ازاي نعمل حاجة اسمها ريندرينج. تمام، الريندرينج بكل بساطة زي ما شرحنا في اول فيديو خالص بتاع الانترودكشن، قلنا ان انت بتحاول تقسيم ماتيريال للكومبوننتس، وبتحاول تخلي البارتس بتشوفها اكنها حاجة حقيقية، يعني حاجة يعني ريل برودكت، فده هو الريندرينج. طيب خلينا نبدأ برضو، يعني احنا نشوف الانترفيس كده تاني بتاع الاسامبلي، نراجع عليه بسرعة. قلنا هنا في الريبن بتاع اسامبلي، في هنا حتة insert component، الميت لو انا عايز اعمل pattern معين، حتة السمارت فاستنرز، تمام، لو انت دوست على السمارت فاستنرز في عندك مثلا حاجات معينة عايز تجيبها او تسلكت ان ده يبقى سمارت فاستنر بحيث ان هو ايه يبقى defined وانت بتيجي تعمل drawing ان هو يexclude من الهاتشنج. حتة الموف component والروتيت component، تمام، عايز تبين حاجة، عايز تلغي حاجة، مثلا الكومبوننت ده في جواه كومبوننت تاني عايزين نبينه او نلغيه، ممكن ندوس على هنا حتة هايد كومبوننت، تمام. طب هو اختفى دلوقتي، انا عايز هجيبه من على التري هنا من على الجنب، الموفابل جول اللي كان مختفي ده ادوس عليه تاني وادوس شو كومبوننت. طب عايز تخليه ترانسبيرنت، دي قلناها برضو ان انت هتدوس عليه كده وتدوس تشينج الترانسبيرنسي، حاجة تبقى بالمنظر ده بحيث ان هو يبقى شفاف كده شايف اللي جواه، جميل. طيب خلينا نقول لو احنا عايزين نعمل نجيب components، مثلا الكومبوننتس اللي احنا بصينا عليها هنا لما احنا جينا دخلنا مثلا البولت المرة اللي فاتت، البولت لما جينا عملنا السكيماتيك بتاعه شكله ما كانش حقيقي، كان شكله حاجة زي اللي هو زي مفيش الكويل او البروفايل اللي هو الثريد بتاعي مش بادئ ككويل بروفايل، لا هو كان بادئ كزي سيلندرز. خلينا نشوف كده تاني هنا، لو احنا جينا نزلنا المسمار ده وجينا دوسنا على ثريد ديسبلاي خلينا سكيماتيك، هنحس ان مفيش هنا حتة الكويلينج، يعني ان ده داخل بسبايرل كده، يعني داخل حلزوني، لا هو تحس ان هي ايه زي دواير ومتقطعة بس بالمنظر ده، تمام. طيب احنا لو عايزين نجيب كومبوننتس، الكومبوننتس دي باي ذا واي انت لو عندك البتاع تاه كده البورت تاه، قلنا بنجيبه من هنا زوم تو فات، اول بتدوس حرف الاف، جميل. طب لو انت عايز تخليه في الايزومتريك فيو بتاعه، تمام، هنفتح هو الاورينتيشن بريفيو هنا وندوس على ايزومتريك كنترول 7، هيدينا المنظر ده، جميل. طيب لو احنا عايزين نجيب كومبوننتس تانية، حاجات نظيفة او كومبوننتس مش وحشة، في ويب سايت جميل جدا، انا مش بعمله ماركتينج بس يعني هو فعلا هو يستاهل اكتر من كده، اسمه ماكماستر كور، يعني خلينا اوريهولكوا كده، انا فاتحه ورا ماكماستر كور، هو ده، هو اسمه هنا ماكماستر بس، انت طبعا لو جيت كتبت في جوجل ماكماستر ممكن تطلع لك الجامعه اللي في كندا، لكن حاول تكتب ماكماستر كور وبعد كده هو هيقلب ماكماستر دوت كوم اللي هو ام سي ماستر دوت كوم، تمام. هنا كل ما تشتهي هتلاقيه كستاندرد، يعني هنا كل الحاجات دي موجوده بالسوليد ووركس فايل او السوليد ووركس اكستنشن، وهوريكوا ازاي نبدا نفتح الحاجات دي. طيب هي الشركه دي او الويب سايت ده او مجموعه الشركات او وات ايفر، الويب سايت ده بصفه عامه بيعمل الحاجات دي ليه؟ يعني مثلا انا عايز انزل اي حاجه، خلينا نشوف مثلا البايبنج فيتنجز دي، طبعا مسامير وصواميل باشكالها وانواعها ومقاساتها، وفي حاجات ايزو وحاجات مش ايزو وحاجات متريك وحاجات بالانش وات ايفر اللي انت عايزه كله. انا مثلا عايز اجيب الستانلس ستيل بايب كونكشن ده او الفيتنج ده، تمام، هدوس عليه هختاره، طبعا انت بيديك بقى شكل التايب بتاعك انت شكله عامل ازاي بالكونكشنز بالمقاسات بكل حاجه بالشكل بتاعه بالشيب بتاعه، هنأسيوم ان احنا بنختار اي حاجه،
جميل. هتشوف المقاس اللي انت عايزه، الفيميل بتاعك او الميل بتاعك شكله عامل ازاي، اللي هو الجلب بتاعتك دي، عايز تشوف انت مثلا شكلها، يعني انت اخترت حاجة معينة، جميل، المقاس معين. فالمقاس معين هيجي يقولك والله المقاس ده بكذا، ده تمنه، جميل. ولو هيبقى ده ستانلس ستيل مثلا اللي هو 304، في مثلا اللي هيبقى ال 316 ده هيبقى تمنه كذا. فلو انت عايز البورت نمبر ده بتدوس عليه، لو انت عايز ده تستخدمه مثلا في الديزاين بتاعك هتدوس عليه ودوس على برودكت ديتيلز، هتلاقي جوه هنا فتح لك الصفحة الجميلة دي. ساعات الصفحة دي بتبقى موجودة تحت، يعني هو بيبقى يعني هنا ممكن عشان السكرين كبير عندي شوية فهي باينة، انت بتحتاج ان انت تعمل زي زوم اوت او تعمل سكرولينج عشان تلاقي الصفحة بالمنظر ده. هو هنا مديك التكنيكال ووركينج دروينج بتاعها بالتفاصيل كلها، جميل. انت عايز تنزلها كسوليد ووركس بروفايل او وات ايفر بقى، سوليد ووركس فايل او ستاب او ايجيس او وات ايفر، اي حاجه من دول، هتختار من هنا وتدوس سيف، جميل. فهنا سيف مثلا، يعني انا ممكن ادوس اوبن على طول، هتلاقيه نزل معاك البورت بالفيتشرز بكل حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، جميل. وكمان بالدخله اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتاعت الثريد بتاعت الالاوز دي. فده ويب سايت يعني بصراحه تحفه جدا جدا لاي حد شغال في البرودكت ديزاين او البرودكت ديفلوبمنت. لو انت عايز تجيب حاجات معينه ستاندرد تنزلها تستخدمها، هو الفكره ان هو في الويب سايت ده هو مديك الحاجات دي ليه، عشان ده لو انت جيت استخدمته في الديزاين بتاعك والموضوع حصل فاتن كويس في الديزاين، وهو البرودكت ده اللي انت البورت ده اللي انت عايزه والمقاس ده اللي انت عايزه كل حاجه، يعني لو انت حد بروفيشنال المفروض ان انت هتبدا تشتريه او تطلبه من الشركه دي او تعمل اد تو اوردر وتبدا تشوف هتبروسيد ازاي في الاوردر بتاعه. فهم عاملين الموضوع ده فور فري كحاجه اوبن سورس فايل، ومش غلط ومش كونفيدنشال ومش سرقه ومش اي حاجه وحشه ان انت تاخد الفايلز منهم، طالما ان هم اللي حاطينها على الويب سايت بتاعهم. طبعا يعني ده الكوبي رايتس بتاعتهم، فيعني اكيد انت لما تحط البارت من ده بارت اي بارت من الويب سايت ده لما تيجي تحطه في الديزاين بتاعك اكيد هتريفير ان البارت ده انا جايبه من شركه كذا او من الويب سايت كذا، يعني كحته امانه علميه. يعني كده كده هو بيبقى معمول له تراكنج بالفيتشرز بتاعته، فمش مش هينفع اي حد ياخد اي حاجه ويمشي كده ويقول دي بتاعتي. طيب هنا مثلا ده بالنسبه للبيرنجز، تمام. فهنا ده برضو حاجات حلوه جدا، ممكن تنزل whatever المقاس اللي انت عايزه وتبدا تعيش الدنيا كويس زي الفل. طيب خلينا نرجع للسوليد ووركس، هل هو ده السورس الوحيد اللي احنا ممكن نجيب منه حاجات ستاندرد او حاجات يعني مور اوفيشال او تكنيكال؟ لا، لو احنا جينا دخلنا على الديزاين لايبرري اللي هنا، تمام، لو سوري لو جينا طلعنا هنا على التول بوكس، ثواني بس كده عايز اعمل مينيمايز لكل حاجه، هنلاقي هنا في حاجه اسمها 3D Content Central. لو انا جيت دوست عليها كده 3D Content Central، لو جيت دوست على السبلاير كونتنت هيبدا يعمل لي زي اكنه بيعمل لوجن او بيعمل أو يعني حاجه، هيدخل على حاجه زي براوزر. يعني لو انا جيت دوست هنا فبيبدا يشوف هنا مثلا ده فتح لك اللي هو 3D Content Central، جميل. تبدا تشوف بقى البورت اللي انت عايزه whatever، برضو اي حاجه تبع اي شركه معينه، او بتسيرش مثلا انت عايز سبرينج تبدا تشوف بالليتر بتاعه، فتبدا مثلا تشوف انت عايز سكرو عايز سلايدر عايز سبرينجز مثلا اهي سبلاينز، فبتبدا تشوف بقى الحاجه اللي انت عايزها ويقول لك دي شركه كذا، تدوس عليه، تمام، وتبدا تشوف بقى ممكن تعمل له داونلود عادي جدا، تبدا تشوف البورت. انا والله خلاص انا عايز البورت ده مثلا، هتدوس داونلود ان كونفيجر ان داونلود. طبعا انت لازم تكون داخل بعمل ساين اب للويب سايت ده، هتختار اليونت اوف ميجر بتاعك، انا عايز متريك مثلا، الهيد بتاعه قد ايه، وات ايفر المقاس بتاعه قد ايه، عايز الفيرجن كام، تمام، عايزه بانهي اكستنشن، يعني هنا في بقى كاتيه، في بقى كل الحاجات اوتوكاد 3 دي، هنلاقي في مثلا كاسورا برو انجينير برا سوليد ريفيت سوليد ايج باي ذا واي، في برضو موجود يوني جرافيكس، يوني جرافيكس زي الحاجات اللي هي بتاع الان اكس
اللي هو ال NX القديم، سيمنز NX كان زمان اسمه يوني جرافيكس، اللي هو ده بره سوليد برضو. فهنلاقي فيه الاكستنشنز كتيره جدا. فانت وانس ان انت بتشوف الفورمات اللي انت عايزه او السيريز او وات ايفر الكونفيجريشن اللي انت عايزه، بتدوس داونلود. طبعا هو بيظبط الكونفيجريشن بتاعك ده. طيب احنا هناخد ازاي نعمل الكلام ده؟ باي ذا واي، ان انت عندك في بورت عايز تعمل مثلا حاجه زي configurations او different configurations، وازاي تعمل حاجه اسمها design table. فهناخد السيشن دي برضو ان شاء الله، يعني دي هناخدها برضو سيشن لوحدها. طبعا هنا انت ده البورت بتاعك، بتبدا تشوف الاسامبلي. طبعا لازم تفكه عشان تشوف الاسامبلي بتاعك عامل ازاي. فانت عندك البورت نزل، تبدا تشوفه وتفتحه عادي جدا على السوليد ووركس زي ما انت عايز. طيب ده كده بالنسبه للاسامبلي. خلينا ندخل في حته الانيميشن، ولا نخليها في فيديو لوحده؟ يعني نخلي الحته دي في فيديو لوحده، يعني نخلي الفيديو ده كده يعتبر فيديو هنسميه مثلا اللي هو ال standard components، how to bring standard components، وبعد كده نعمل فيديو تاني animation قبل ما نبدأ ندخل في ال assembly وال working drawing اللي هو ال drawing module على طول. طيب يعني كفاية كده في الفيديو ده، واشوفكوا الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.